بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عندنا الدرس الثاني في الوحدة الثانية. الدرس الثاني متكون من 8 فقرات، إن شاء الله ناخدهم كلهم وبتسلسل. الدرس بيقول لي المتجهات في المستوى الإحداثي. قبل ما ناخد المتجهات في المستوى الإحداثي ونعرف إزاي الكلام ده، أنا عندي عدة علامات في مادة الرياضيات لازم نعرفها، فأنا هكتب هنا ملاحظات هامة. يا ولاد احنا خدنا حاجات كتير جدا، اخدنا العلامه دي في الرياضيات، وهذه العلامه تعني مجموعه من العناصر، مجموعات اللي جوه بيتكتب جواها. مثلا اقول 1 7 10 نقط، بسميها مجموعه غير منتهيه. عرفت منين ان هي مجموعه؟ عشان الاقواس دي. وممكن انا اكتب كده وأقول 5 10 15، يبقى دي اسمها مجموعة غير منتهية، يبقى علامة الأقواس دي معناها إن هي مجموعة. طيب أخذنا حاجة تانية، أخذنا هذه العلامة، والله لو قلت نقطة نقطة وعملت 3 و5 يبقى ده اسمه زوج مرتب. 3 معناها للإكس والخمسة معناها للواي. لكن لو قلت الفترة وعملت نفس كده الشكل ده، الفترة معناها هذه الفترة مفتوحة عند 3 مفتوحة والخمسة مفتوحة وبظل اللي بينهم، بينما هذه النقطة دي نقطة يا أولاد، 3 هنا والخمسة هنا، تبقى هذه النقطة كده نقطة في المستوى إحداثياتها الإكس ب3 والخمسة للواي، لكن ده اسمها فترة. فترة يعني اللي بينهم كله معايا، ودي بتتعامل على المحور اكس فقط، بيبقى دي هنا 3 وهنا وهنا 5. وطبعا اي فترات للاكسات بتحدد المجال، والفترات للواي بتحدد المدى. تخلي بالنا فاكرين الكلام ده كويس. طبعا ممكن تكون الفترة مغلقة، وممكن تكون الفترة نص مفتوحة، ممكن تكون الفترة نص مغلقة. كل ده فترات تخص الاكس وتخص الاكس لوحدها او الواي لوحدها. اخذنا حاجه ثانيه، يبقى اخذنا الشكل ده المجموعات والفترات. النهارده هناخد كلام جديد خالص خالص خالص، وهو ال 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 الصوره الاحداثيه. الصوره الاحداثيه للمتجه بمعلوميه بدايته ونهايته. اخذت دي الفقره الاولى في الدرس، ودي الفقره الثانيه، بس مش بنفس ترتيب الكتاب، بترتيب انا يعني يخدمني او يبسط المعلومه عندكم. احنا قلنا الدرس الثاني ليه 8 فقرات، هنا كده فقرتين. لو انا عندي هنا ادي منتجه ليه بدايه وليه نهايه، النهايه بتاعته سهم وله طول معلوم. هذه البدايه اسمها اكس 1 وواي 1، هذه النهايه اسمها اكس 2 وواي 2. عشان اجيب الصوره الاحداثيه، شكل الصوره الاحداثيه لهذا المتجه بنعمل كده. ده الشكل الجديد اللي احنا بناخده النهارده. وبيكتب جوه ايه؟ بكتب جوه اكس 2 ناقص اكس 1. لازم الترتيب النهايه ناقص البدايه، وواي 2 ناقص واي 1. والشكل زي ما انتم شايفين الشكل بالمنظر ده. ولو ده كان اسمه اي بي، بنقرا المتجه اي بي وبنعمل خط كده و8 فوق، يبقى ده شكل المتجه، يعني ده بدايته وده نهايته. هناخد مساله من كتاب المدرسه على هذا الكلام. كتاب المدرسه بيقول لي اوجد الصورة الإحداثية للمتجه AB، ومديني أزواج مرتبة. مديني الزوج الأول، المتجه اسمه AB، المتجه اسمه AB، بل A البداية وB النهاية، حيث الـ A هي 0 و8، والـ B عبارة عن إنها -9 و -3. البداية يا أولاد اسمها X1 Y1، والنهاية اسمها X2 Y2.
ده زوج مرتب، دي نقطة، وأي نقطة زوج مرتب، يبقى دي إكس واحد ودي واي واحد. البي مش عارف يكتشر إن دي البداية، لأنها قال لي المتجه اسمه إيه بي، مكتوب كده في الكتاب، إيه بي متجه، يبقى البداية إيه والنهاية بي، يبقى دي إكس اتنين ودي واي اتنين. طيب الحل هحل إزاي؟ هروح جاي عاملة كده، دي اسمها صورة إحداثية. هنطرح إكس اتنين ناقص إكس واحد، يعني سالب تسعة ناقص صفر، و واي اتنين ناقص واي واحد، يبقى الناتج هيبقى هنا سالب تسعة سالب تلاتة وسالب تمانية، يبقى سالب حداشر. يبقى دي اسمها صورة إحداثية بمعلومية نقطتي البداية والنهاية. يبقى دي الفقرة الأولى في الدرس. الفقرة الثانية في الدرس برضو هجيب الصورة الإحداثية بس بمعلومية طوله وقياس زاويته مع الاتجاه الأفقي. القانون بتاعي بعمل كده في الصورة الإحداثية، بقول الطول، والطول برمزه برمز قيمة مطلقة كده، الطول في كوزاين سيتا، والطول في ساين سيتا. ده القانون بتاعي اللي هطبقه. طيب هنا مديني مسألة بيقول لي اوجد، برضو من الكتاب تحقق من فهمك، اوجد الصورة الإحداثية للمتجه V، المعطى طوله وزاوية اتجاهه مع الأفقي. المعطى طوله 24، البي ب 24، وزاوية اتجاهه مع الأفقي ثيتا بتساوي 210. الكلام ده بيجي في التحصيلي، نخلي بالنا منه كويس قوي قوي قوي. اولا بعمل الحل خطوه واحده اهو، ادي 24 كوزاين 210 و 24 ساين 210. احنا عارفين الاربع تربع، هنا اول وهنا ساين، ده بيت الساين وده بيت التان ثيتا وده بيت الكوزاين سيتا، هنا 180، يبقى ال 210 هنا التكمله بتاعتها، يعني 180 زائد 30. يبقى انا هعمل مثلث كده لنفسي في الامتحان بتاع التحصيلي، واكتب 30 واكتب 60، وهنا قايمه 1 2 جذر 3، هتبقى الكوزاين 210 بتعادل كوزاين، او كوزاين 210 تساوي سالب كوزاين 30. ليه سالب؟ لان هذا الربع مش ربعها، ده ربع التاني، يبقى بتساوي سالب الكوزاين 30 مجاور على وتر، يبقى جذر 3 على 2. طيب الساين 210 هتساوي سالب ساين 30، يعني هتساوي سالب الساين 30 بنص. هروح جاي عامله كده وكاتبه 24 في سالب جذر 3 على 2، وهكتب 24 في سالب نص. باختصر هيبقى الناتج سالب 12 جذر 3 وسالب 12. الكلام ده بيجي في امتحان التحصيلي يا ولاد. يبقى كده احنا خلصنا فقرتين من الدرس. هناخد الفقرة الثالثة، نمسح كده ونشوف الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة هي طول المتجه. طول المتجه، كيفية إيجاد طول المتجه. هكتب كده الفقرة الثالثة في الدرس هي إيجاد طول المتجه. كيفية إيجاد طوله. طول المتجه، أولاً العلامة دي معناها طول، عبارة إنها الجذر التربيعي لإكس اتنين ناقص إكس واحد الكل تربيع، زائد واي اتنين ناقص واي واحد الكل تربيع. طيب هناخد مسألة من الكتاب. أولاً بيقول لي كده، هنا خلصنا احنا كده فقرتين يا ولاد اهو، فين طول المتجه اهي اهو.
برج الطول المتجه A B. إذا علمت أن الـ A ب سالب 2 وسالب 7 والـ B ب 6 و 1، ده رقم 2 A. السؤال ده رقم 2 A ودي الفقرة الثالثة في الدرس، تمام؟ طيب هقول جي اكس 1 جي واي 1 جي اكس 2 جي واي 2. هروح جاية كاتبة القانون، القانون بتاعي الـ AB كطول، أهي AB متجه كطول هيساوي الجذر التربيعي x2 ب6 ناقص x1 سالب 2 الكل تربيع زائد y2 ب1 ناقص ناقص 7 الكل تربيع، هيبقى الجذر التربيعي دي هتبقى بالموجب، سالب في سالب بموجب هتبقى باتنين، ستة واتنين تمانية، تربيع التمانية أربعة وستين، زائد دي هتبقى بالموجب هتبقى تمانية، تربيع التمانية أربعة وستين، هيبقى الناتج مية تمانية وعشرين. خلي بالنا من حاجة، المية تمانية وعشرين دي معناها أو من هنا يا ولاد من هنا الأربعة وستين متكررة مرتين يبقى اتنين في أربعة وستين، كأني بقول تمانية جذر اتنين. طبعا طريقة الشرح دي تنفعك في القدرات وفي التحصيل، الشيء لما يتكرر كذا مرة وهو نفسه فبقول اتكرر كم مرة مرتين يبقى 2 ضرب 64، 64 جذرها 8 يبقى 8 جذر 2. يبقى احنا كده خلصنا 3 فقرات في الدرس. الفقرة الرابعة، الباب ده سهل يا ولاد، المنهج الترم الثاني حلو مش صعب بس عايز متابعه وعايز مذاكره القوانين. طيب الفقره الرابعه، الفقره الرابعه في الدرس، الفقره الرابعه في الدرس هناخدها وهي ايجاد متجه الوحده، ايجاد متجه الوحده له نفس اتجاه المتجه. كيفيه ايجاد متجه الوحده له نفس اتجاه المتجه، ايجاد متجه الوحده. اولا متجه الوحده اسمه يو، هيساوي نفرض المتجه المعطى اسمه اكس، يبقى المتجه اكس على طول اكس. نفرض ان المتجه اسمه في، يبقى المتجه يو متجه الوحده في على طول في، وهكذا. يبقى القانون المتجه المعطى على طوله، القانون المتجه المعطى على طول. طيب هنشوف مسألة، اوجد متجه الوحدة الذي له نفس اتجاه المتجه المعطى. المتجه اسمه W بيساوي ده متجه اهو 6 وسالب 2. طيب اول خطوة من خطوات الحل هقول U تساوي، بنكتب القانون U بتساوي ال W اللي هو المتجه المعطى على طوله، هيبقى بيساوي ال W اللي هي 6 وسالب 2 على طوله، طوله ما هو الا مربع الاول زائد مربع الثاني، يعني 36 ومربع سالب 2 4 يبقى زائد 4، يبقى الناتج يديني 6 على جذر 40 وسالب 2 على جذر 40. ممنوع ترك الجذور في المقام، هضرب في جذر 40 فوق وتحت هيديني 6 جذر 40 على 40 وسالب 2 جذر 40 على 40. لسه هختصر وهطلع حاجات كتير، دي لما تختصر هتديني 3 على 20 جذر 40. طبعا بعمل كده يا ولاد الصوره الاحداثيه للمتجه، والثانيه لما اختصر تديني سالب جذر 40 على 20، اختصرت البسط مع المقام. لسه ما خلصتش، ال 40 دي 4 في 10، ال 4 تطلع ب 2 هتتضرب في ال 3، 2 في 3 ب 6 جذر 10 على 20. طيب و ال 40 2 تطلع عشان هي 4 جذرها 2 يبقى سالب 2 جذر 10 على 20. تمام كده يا ولاد؟ طيب دي تختصر تاني يبقى فيها ال 3 وتحت 10 وجذر 10، ودي تختصر يبقى سالب جذر 10
على 10. ليه انا ما بستخدمش الاله؟ كل ده بيجي لك في التحصيلي، كل ده الترم الثاني بيجي لك كتير جدا منه في التحصيله، في التحصيلي، فنركز قوي قوي على الاختصار بدون اله حاسبه. طيب في سؤال تاني اللي هو مديني الزاويه 45، بس انا خدت الزاويه لما تكون 210 عشان اصعب، لكن 45 احنا قلنا قبل كده في الترم الاول ان ال 45 دي ما هي الا جذر 2 على 2 سواء للساين او للكوزاين، يعني ساين 45 بجذر 2 على 2، كوزاين 45 بجذر 2 على 2. طيب نشوف المساله، نشوف الخطوه بعد كده الدرس او الفقره الخامسه. كده خلصنا اربع فقرات في هذا الدرس اللي هو الدرس الثاني يا اولاد. هناخد دلوقتي الفقرة الخامسة، الفقرة رقم 5. احنا قلنا هما 8 فقرات. الفقرة رقم 5 بتقول متجهي الوحدة في اتجاه، متجهي الوحدة في اتجاه المحور اكس وفي اتجاه المحور واي. احنا عارفين ان المحور واي والمحور اكس كده اهو، ده المحور اكس وده المحور واي. متجه الوحدة بيبدأ من هنا، وحدة واحدة بنقول ده اي، ده في اتجاه المحور اكس، في اتجاه المحور في المحور واي بقول اسمه جي. عشان اكتبه على صورة بقول اي اي زائد بي جي، خلاص ده كده متجه، متجهي في اتجاه متجهي الوحدة اي وجي. بنقول هناخد مسألة عشان تفهم ازاي بنجيبها. بيقول لي اهو الفقرة الخامسة، بيقول لي اكتب المتجه جي اي، مطلوب كتابة المتجه جي اي، ودي رقم 5 ايه في كتاب المدرسة. المعطى نقطتي بدايته ونهايته بدلالة متجهي الوحدة اي وجي، عايزني اكتبها بدلالة متجهي الوحدة اي وجي في كل مما يأتي. مديني الجي بسالب 6 وصفر، ومديني الاي باتنين وخمسة. اللي انا عايز اقوله ان هذه ازواج مرتبة، دي ازواج مرتبة، البداية جي والنهاية اي، يبقى البداية اكس واحد واي واحد، النهاية اكس اتنين واي اتنين. لابد اول خطوة ان انا اضعها على الصورة الاحداثية، يعني بعمل كده يا ولاد كده، لازم الصورة الاحداثية اول حاجة. زي هنا انا عايزة تيجي على الصورة الاحداثية الاي، بعمل كده وبكتب هنا واحد وصفر، واحط الجي على الصورة الاحداثية بعمل كده المتجه بقول صفر وواحد، او اقول اي وزيرو واقول صفر وجي مثلا كده، صح وكده صح تمام. طيب بنقول اكس 2 ناقص اكس 1 يعني 2 ناقص ناقص 6، اكس 2 ناقص اكس 1 و واي 2 ناقص واي 1 اللي هي الصفر، دي هتديني 8 و 5. عشان احطها في الصوره اللي هو مطلوبه، الصوره اللي هي ايه نهايه الصوره، على صوره بدلاله متجهي الوحده اي وجي، يبقى احط 8 اي زائد 5 جي، ولو دي سالب كانت هتبقى دي سالب هنا، ولو ال 8 بالسالب كانت هتبقى هنا سالب عادي خالص. تمام كده خلصنا 5 فقرات. الفقره السادسه، شوف الفقره السادسه يا اولاد بتقول ايه. الفقره السادسه زاوية اتجاه المتجه، زاوية اتجاه المتجه، زاوية اتجاه المتجه تان ثيتا بتساوي بي على ايه؟ ده القانون بتاعي، البي اللي هي المقابل، يعني انا لو عملت كده ودي ثيتا دي المقصود بيها بي ودي A، يبقى البي اللي هي المقابل على على المجاور دي تان ثيتا يا ولاد. طيب بيقول لي ايه؟
سؤال طبعا. اوجد زاوية اتجاه المتجه. ليه المسألة دي كده؟ بيقول لي البي الدالة بتاعتي بي، مثال البي بتساوي، ومديني صورة إحداثية للمتجه 4، طبعا ده مثال محلول، 4 وسالب 5. هناخد دلوقتي مسألة تانية غير محلولة احنا اللي هنحلها. أول خطوة من خطوات الحل هقول تان ثيتا بتساوي بي على ايه؟ جي ايه اللي هي مكان الاكس وجي بي. يبقى سالب 5 على 4. بقول ثيتا تساوي تان انفيرس سالب 5 على 4. يعني ايه يا ولاد تان انفيرس؟ يعني بتدوس شيفت، بتدوس شيفت تان، تقوم تديك تان عامله كده، تروح حاطط قوس، طبعا انا بفتح القوس اوتوماتيك، سالب 5 على 4. وتقول يساوي، هيطلع لك الزاويه تيتا، طبعا هنقلها من الكتاب عشان دي ما تنفعش تتجاب بالدماغ، لازم بالاله، بوينت 3. طيب انت عندك سالب 5 على 4، السالب لمين؟ السالب للبي، السالب للواي، والاربعه دي للايه؟ يعني انا لو بصيت للاربع تربع كده، الايه بالموجب هنا والدي هيبقى انت في الربع ده، يبقى انت موجود في الربع ده. طيب الزاويه بالسالب، لان في الوضع القياسي انت نزلت كده عشان كده سالبه، انا عايزاها بالموجب، يبقى لازم اضيف لها 360. يعني هقول الثيتا بتساوي 360 ناقص 51.3، واطلع الناتج، الناتج طلع لي 308.7 بوينت 7 درجة. هقول تاني، انت عندك 4 وسالب 5، كأن انت هنا الزاوية سالبة، يبقى انت جيت ده الوضع القياسي، يا اما الفوق موجب تحت كده الاتجاه السالب مع عقارب الساعة سالب، الزاوية بتبقى بالسالب، طبعا بيبقى انت هنا في الربع ده. طب انت عايزها بالموجب، يبقى بقول 360، لان انت واقف هنا عند ال 360. في قاعدة مهمة جدا، إذا كانت الإيه سالبة بنضيف 180 بدون تفكير. إذا كانت الإيه سالبة بضيف 180. زي ما هاخد دلوقتي السؤال رقم 7 إيه، بيقول لي سالب 6، سالب 6 أي زائد 7 2 جي. أول خطوة من خطوات الحل هقول تان ثيتا تساوي، تان ثيتا تساوي، وهقول 2 على سالب 6. هندوس بالآلة شيفت تان، هدوس بالآلة شيفت تان 2 على سالب 6، دي 6 على فكرة مش 7، على سالب 6، وأقول يساوي، هتطلع لي لا ما كتبتش أنا الناتج، مش مشكلة، تطلع لي زي ما تطلع، بس هتطلع زاوية سالبة. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هضيف للناتج ده 180، هتطلع لي هنا زاويه سالب، هضيف لها 180 درجه واطلع الناتج. يبقى اذا كانت الاي بالسالب بضيف 180، قاعده يا اولاد، اذا كانت الاي سالبه بضيف 180 درجه. وبكده خلصنا الفقره رقم كام؟ رقم 6. الفقره رقم 7 هي بتتكلم على الجمع والطرح ل الصور الإحداثية للمتجهات والضرب في عدد ثابت. يبقى بتكلم الفقرة السابعة، بتكلم على جمع وطرح المتجهات، صور الإحداثية والضرب في عدد ثابت، الضرب في عدد ثابت. نشوف إزاي الكلام ده بيحصل. نبص مع بعض، ودي كانت في البداية بس انا سبتها في الاخر. مديني هنا مثلا الواي متجه باتنين وخمسة، و الزد متجه بسالب تلاتة وصفر، ومديني الدبليو متجه بسالب اربعة وواحد، وطالب مني سالب 3 دبليو.
وطالب مني 4W زائد زد. طيب وطالب مني حاجة تانية كمان عشان هي 3A و3B و3C. خلينا الأول أدي سالب 3 الدبليو بسالب 4 و1، هنضرب عادي نفس المتجه أهو، سالب في سالب بموجب يبقى 12، واحد في سالب 3 بسالب 3. 4W أدي 4 والدبليو سالب 4 و1 زائد الزد سالب 3 و0. هضرب بالداخل اديني سالب 16 و4، هضرب بالداخل هنا مفيش أي شيء هنزله زي ما هو و0. هناخد الأول مع الأول، الاتنين هيتجمعوا مع بعض هيبقوا سالب 19، والتاني مع التاني هيديني كام يا ولاد؟ هيديني 4. خلاص؟ طيب هناخد الفقرة اللي بعدها نفس السؤال قبل ما ابدأ الفقرة الأخيرة. نفس السؤال، طالب مني 2W زائد 4Y ناقص زد. أجي 2 الدبليو سالب 4 و1 زائد 4 واي، الواي ب2 و5 ناقص زد، الزد بسالب 3 و0. هندخل 2 جوه تبقى سالب 8 و2 زائد هندخل 4 جوه تبقى 8 20، هندخل السالب جوه هتبقى 3 و0. هناخد الأول مع الأول مع الأول، سالب 8 موجب 8 ضعوا مع بعض يبقى اتبقى لي 3 و 22 زائد 0 يبقى الناتج 22. يبقى كده حليت المسألة كامل متكامل، خدنا كل الفقرات ما عدا فقرة نخلصها، يبقى خلصنا الدرس كله يا ولاد. الفقرة الأخيرة بتتكلم على مسائل حياتية من واقع الحياة، ودي الفقرة التامنة في هذا الدرس. المسألة رقم 8 بتقول لي، أنا هشرحها بس أنا معيش آلة حاسبة دلوقتي نسيت أجيبها، هيبقى صعب إن أنا أروح أجيبها. تطبيقات من واقع الحياة، التمرين مرتبط بالمسألة. هنعمل المثال، يركض حارس مرمى في ملعب كرة القدم للأمام، هو بيجري للأمام بسرعة قياسها 5 متر لكل سكند، 5 متر بير سكند. ليرمي كرة، هو بيرمي كرة بسرعة 25 متر لكل سكند، هو بيرمي كرة كده وبيجري بيجري بيجري بيرمي كرة بالسرعة بتاعتها 25 متر بير سكند، تمام؟ بزاوية قياسها 40 درجة مع الأفقي، الزاوية 40 درجة، طبعا الزاوية كده 40 درجة مع الأفقي زي ما انتوا عارفين. مطلوب المحصلة، محصلة السرعة والاتجاه الحركة، مطلوب الاثنين المحصلة واتجاه الحركة. طيب انا عندي اول حاجة يا ولاد، هو رمى الكورة، تمام؟ يبقى المحصلة ايه؟ انا عندي بي كده، يعني كده انت ماشي كده بترمي الكورة والكورة بتنزل هنا، يبقى انت ماشي كده كده المحصلة دي لو اعتبرتها V1 هتبقى دي V2 وتبقى دي R. طيب ال V2 دي جاية ازاي؟ هقول ال V2 بتساوي، واعمل كده واقول القوة بتاعتي، القوة بتاعتي اللي هي قوة ال V2، تمام؟ في كوزاين سيتا، وال V2 في الساين سيتا، القوة بتاعتي. طب عشان اجيبها هقول ايه؟ الفي عندي بكام؟ اللي هو مديها لي بكام يا ولاد؟ ب25 والزاوية ب40، يبقى 25 كوزاين 40 و25 ساين 40. طبعا عمري ما تجيب لك 40 في الامتحان بتاع التحصيلي، يجيب لك 45، يجيب لي 30، يجيب لي 210 زي ما شفت، يجيب لي 150، لكن 40 لازم آلة حاسبة. طب انا هبص هنا الاجابة طلعت كام؟ طلعت 19.2 وطلعت 16.1، دي كده ال V2. طب ال V1 هي أفقية، أفقية خلي بالنا،
يعني انا لو جبت البي 1 هقول البي 1 دي مش موجوده، هقول القوه كام بتاعتي؟ القوه 5 كوزاين 0 لان مفيش زاويه، ده افقي، و 5 ساين 0 هيبقى بي 1 تساوي الكوزاين 0 ب 1 يبقى الناتج 5 و الساين 0 ب 0 يبقى هنا مفيش حاجه يبقى هنا 0. المحصله هي عباره انها بي 1 زائد بي 2 دي المحصله، فانا عشان اجيب المحصله هقول المحصله عباره انها بي 1 زائد بي 2. البي 1 اللي هي 16 19 لا البي 1 لا البي 1 5 و0 زائد البي 2 19.2 و16.1 هنجمع اديني 24.2 و16.1 تمام يا اولاد؟ تمام. طيب انا عايزه الطول، طول المحصله، عشان اجيب طول المحصله اعمل كده واقول الجذر التربيعي لمربع الاولى زائد مربع الثانيه، طلع الناتج كام؟ طلع الناتج 29.1. طيب مطلوب كمان الاتجاه، الاتجاه اللي هي تان سيتا، تان سيتا تساوي بي على ايه؟ فين البي اللي هي دي؟ اللي هي 16.1 على 24.2. طيب تطلع لي كام الزاويه؟ تطلع لي 33.6. بكده احنا خلصنا الدرس بالثمان افكار بتاعته، وان شاء الله موعدنا الحصه القادمه في درس الثالث للوحده الاولى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.